كرة القدم الوطنية قالت كلمتها في مونديال قطر 2022. العالم بكامله رأى وعشق المواهب المغربية، أسود الأطلس التي حاربت بندية أقوى وأعتى الفرق. لحظة للتاريخ يقدم خلالها أسود الأطلس إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تذكارا تعبيرا منهم عن المحبة اللامشروطة والوفاء الدائم للعرش العلوي المجيد والامتنان للرعاية والعناية الملكية السامية التي أحاط بها جلالة الملك حفظه الله أسود الأطلس طيلة منافسات كأس العالم بقطر 2022. هو امتنان وشكر للعناية الملكية الدائمة التي يشمل بها جلالة الملك حفظه الله الرياضة والرياضيين، والتي أثمرت سياسة رشيدة رفعت من شأن الرياضة الوطنية عاليا وحققت بفضلها مكاسب وإنجازات للتاريخ تشكل مفخرة أجيال وأجيال، هي عناية يوليها جلالة الملك حفظه الله لكافة المجالات والميادين حرصا من جلالته على ضمان التقدم والتطور الشامل والعيش الكريم لكافة المواطنين وضمان الصورة المشرفة اللائقة بمغرب التاريخ، مغرب الأمجاد والإنجازات العظيمة. كرة القدم الوطنية هي في فرحة كبرى وعرس كبير وتشريف ملكي تحظى به عناصر النخبة الوطنية، أسود الأطلس التي حاربت بندية أقوى وأعتى الفرق متصدرة القائمة العالمية لتصعد الدرجة بدورها نحو العالمية. ولن يكون مونديال قطر إلا بداية لصعود يتلوه صعود، فكتيبة وليد الرقراقي كتيبة وليد الرقراقي بأبطالها تعد بالعطاء الكثير وبالإنجازات الكثيرة. الفتح المغربي هذا فتح أبوابا كبيرة وكثيرة للأمل بأن كل الأحلام قابلة للتحقيق، فأركانها الأساسية قائمة رؤية ملكية سديدة وإرادة وطنية راسخة ولحمة قوية وثقة ثابتة بأن المستحيل ليس مغربيا تحت شعار الله الوطن الملك.